مرحبا بكم. ما الذي استفز الشارع العراقي فيما عرضته الأعمال الدرامية في موسم العودة بعد كساد طويل؟ أليست تلك المشاهد التي تمثل صورة القاع الآسن للمجتمع بعد هزات عنيفة ولا يختلف على رفضها اثنان؟ هل تجسيدها دراميا بات محظورا؟ من يحدد للفن سقفه؟ بل هل للفن والثقافة سقف أصلا؟ ألم تكن الحرية الفضيلة الوحيدة بعد عام 2003؟ أليست وظيفة الدراما الغوص في قاع المجتمع وشخوص أعمالها حتما لا يمثلون كل المجتمع؟ لماذا تسابقت جهات حكومية في إصدار بيانات لمنع أعمال درامية من نصبها أصلا حارسة للقيم وقد فرطت بها بالأمس؟ هل تمثل تلك الآراء غير الفنية محاولات لإحياء مقص الرقيب وخلق التابوهات ورسم الخطوط الحمراء من جديد؟ هل يقبل الفنانون بهذا الاغتيال العلني؟ وغالبا ما يطرح سؤال يتعلق بسلطة المثقف، فهل هي موجودة؟ الدراما العراقية تخرج من تحت الرماد، هل تدخل حربا طويلة مع قبيلة الاستبداد؟ وهل تصبح الدراما مجهرا يكشف انهيار المجتمع في اليوم التالي؟ تابعونا. أرحب بكم في نقاش جديد وضيوف اليوم التالي، الفنان والممثل الكبير جواد الشكرتشي والمخرج التلفزيوني والشاعر جبار المشهداني والمخرج السينمائي مهند حيال. ونبدأ نقاش اليوم التالي بسؤال الحلقة الرئيس: هل تصبح الدراما مجهرا يكشف انهيار المجتمع في اليوم التالي؟ بانتظار أجوبة ضيوفي، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. أستاذ جبار المشهداني، استمعت لسؤال النقاش الرئيس، أمامك دقيقة واحدة للإجابة عليه: هل تصبح الدراما مجهرا يكشف انهيار المجتمع في اليوم التالي؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، ومرحبا بك وبضيوفك الكرام وبجمهور قناة الشرقية. أعتقد أن ما قدمته الدراما بشكل عام دون الخوض في التفاصيل وإجابة على سؤالك، مثل هذا العام صرخة مهمة وجدت صدى مهم أيضا، ولذلك الدراما في هذا العام بغض النظر عن الكيفية والأمور الفنية أدت دور مهم في رمي صخرة كبيرة في هذا الماء الراكد منذ سنوات، وحققت الهدف المنشود الذي أتى به سؤالك. شكرا جزيلا لك. أستاذ مهند، استمعت لسؤال النقاش الرئيس: هل تصبح الدراما مجهرا يكشف انهيار المجتمع في اليوم التالي؟ مرحبا أستاذ محمد، وشكرا للإضافة، ومرحبا بضيوفك الكرام. هذا اللي المفروض تكون عليه الدراما، بس السؤال الجدي إنه هل إحنا، أقصد من الناحية الفنية، هل إحنا على قدر عالي من الوعي كصناع دراما أو كصناع فيما يخص الصورة إن كان سينما أو دراما، هل إحنا على مقدار من الوعي والحساسية في تناول هذه القضايا المهمة اللي أفرزتها الحروب بالظروف السابقة وأدت إلى خراب الكثير من النفوس؟ هذا اللي المفروض أنه نواجهه. يعني أنا أعتقد أنه لازم واجب الدراما هو هذا، هذا الهدف الرئيسي للدراما، أنه لازم تغوص بأعمق التفصيلات الموجودة بالمجتمع، هذا واجبها، وإلا فأي مهادنة فتكون يعني نوع من العبث صراحة. شكرا جزيلا لك أستاذ مهند. أستاذ جواد، استمعت لسؤال النقاش الرئيس، أيضا دقيقة أمامك الإجابة عليه: هل تصبح الدراما مجهرا
يكشف انهيار المجتمع في اليوم التالي؟ قناة الشرقية استطاعت أن تقدم الكثير منذ انطلاقتها عام 2004 للدراما العراقية، واستطاعت أن تقدم أعمال تحفر في ذاكرة الوجدان العراقي والعربي، والأعمال كثيرة. لذلك أنا أعتقد الدراما اليوم ضرورة ملحة أن تقدم اليوم بعد هذا السبات، والشرقية بادرت وقدمت هذا الموسم أعمال تراوحت ما بين الجيد وما بين الجيد جدا، لربما سنأتي على ذكرها. على ذكرها، وأيضا سنناقش القضايا الفنية فيما يتعلق بهذه الأعمال والهجمة التي تلقتها حيال ردود فعل متفاوتة. أعزائي المشاهدين، بكل التأكيد لضيوفي براهين وأدلة سنتوقف عندها، ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا التقرير الذي يبين لنا هذه العودة للدراما وكيف تلقاها الجمهور والموقف من مؤسسات غالت في استجلاب واستنهاض مقص الرقيب من جديد. نتابع ولا نعود؟ بعد عقد من الزمان شهد ركودا في أعمال الدراما العراقية جسد حالة الشلل في الوسط الفني العراقي، لم يخرقها سوى مسلسلات كوميدية قصيرة ومتشابهة. عادت دورة الإنتاج الفني لتقدم أعمال درامية، لكن المفارقة أن سهام الطعن والتشكيك كانت متوتبة، وكان ثمة من يحرص دوما على موت القطاع الفني والثقافي أو اغتياله. أكثر من 7 أعمال يشهدها شهر رمضان بعد ذلك الكساد الذي أقعد الفنانين والكتاب والمخرجين في بيوتهم، مضطرهم في النهاية إلى اللجوء إلى مهن أخرى غير بعيدة عن مجالهم، فيما هاجر آخرون الساحة العراقية ليصبحوا نجوما في الساحة العربية. لكن بعد تلك العودة أثارت أعمال درامية جدلا واسعا وانقساما في أوساط النخب، فيما شحذت لجنة الثقافة والإعلام مقص الرقيب وكأنها تتمنى عودة نظام شمولي لتدعو الهيئات العليا لمراقبة المحتوى الإعلامي في مفارقة كبيرة. الخطابات التي نالت من تلك الأعمال تجاهلت أن وظيفة الفن الغوص في قاع المجتمع، فيما وجد مشتغلون في تلك الأعمال أن البيانات هذه إنما جاءت لتخاطب جمهور واضعيها المتشدد غير المعني أساسا بالدراما وما يقدم فيها. تتقمص تلك الجهات دور حارسة القيم وقد باعتها بالأمس، يقول رصيدنا، وذلك حين تقاسم القائمون عليه الكراسي فيما انتشرت الظواهر السلبية بين المجتمع كالنار في الهشيم. محاولة تلك الجهات في خلق التابوهات بزعم أن قيم المجتمع ستهتز من جراء مشهد في مسلسل إنما هو تعتيم على الفضائح وتكريس لدكتاتوريات تتناسل متناسية أن الحرية هي الفضيلة الأساسية التي خرج بها العراق بعد 2003. مختصون في قطاع الفن اعتبروا أن تدخل السلطات الرسمية في سجال يعنى بعمل فني أمر غير مقبول ومرفوض، فلا تخلو معظم تلك الأعمال من أخطاء فنية ومشاكل أخرى في النص وربما المعالجة، لكن المعالجة لك في مواسم مقبلة يكون بطريقة النقد البناء، بوصف أن ما حصل في موسم رمضان هو نقطة شروع لبداية ثانية. إنه موسم للولادة والموت، لتكن الولادة صناعة دراما جريئة متحررة، وليكن الموت موت الرقيب الذي يحاول البعض إحياؤه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. أستاذ جبار المشهداني، موسم للولادة وموسم للموت، هل وجدت أن الأعمال الدرامية في رمضان حتى الآن هي موسم ولادة الدراما، وبالوقت نفسه هي موسم محاولات جهات إحياء الرقيب من جديد؟ الجيد أننا نناقش الآن في رمضان المبارك هذا نوعية الأعمال وموقف الشارع وموقف المثقفين وموقف الجهات المسؤولة أو الحكومية منها، فيما كنا نناقش قبل سنوات من الآن كما تذكر أستاذ محمد وأستاذ الضيوف أيضا أن كنا نناقش غياب الدراما. الآن تجاوزنا مرحلة غياب الإنتاج الدرامي لنصل إلى مرحلة جديدة نناقش فيها ونفكك ما ينتج، هل هو ولادة هل هو، وذلك أمر جيد جدا وأمر إيجابي حتى تحقق النوع،
عليك أن تقدم، عليك أن تجرب، عليك أن تنتج. ولذلك هذا الموسم بكل ما يقال وما يحاط به من تساؤلات أجده مهما جدا وحيويا وعافية للدراما العراقية أن تعود 7 أعمال ب10 أعمال، ثم هناك ضوابط نقدية وهناك مختصون يستطيعون أن يحددوا الغث من السمين ويحددوا الجيد والنافع من الضار. ولكن في تقديري وإجابة على سؤالك، هذا الموسم هو موسم ولادة أخرى تأخرت فيها الدراما العراقية عن مثيلاتها وتأخرت جدا، ولكن أن تأتي الدراما العراقية متأخرة خير من أن لا تأتي على الإطلاق. من يحدد هذه الضوابط الفنية؟ يعني اليوم هناك جهات لا تمتلك أدنى صلة بالفن تحاول أن ترسم خطوط وأطر للفن والثقافة بالعراق، كيف تتلقى ذلك وأنت مخرج لأعمال درامية قدمت على شاشات التلفاز منذ سنوات؟ أستاذ محمد، غياب المؤسسة النقدية العراقية التي كان لها دور فاعل مثلما يتذكر الأستاذ جواد شكرتشي، ومسيرته الفنية تمتد لأكثر من 55 عام، كان النقد التلفزيوني والسينمائي والمسرحي أحد العوامل الأساسية في رسم ملامح وتشكيل نقاط القوة والضعف، وكان يحدد. ولدينا نقاد كبار في خاصة في مجال الدراما التلفزيونية لا مجال لحصرهم الآن، ولكن غياب هؤلاء عن الساحة، غياب النقد العلمي، غياب المؤسساتية، الحقيقة النقطة الأساسية في تشتت الدراما العراقية وفي عدم تطورها ليس القضية الفنية. عندنا ممثلين جيدين، مخرجين جيدين، هناك نصوص جيدة، لكن ما يغيب فعلا عن الساحة العراقية منذ سنوات طويلة بل يمكن منذ عقود هو الإدارة الفنية الإنتاجية المؤسساتية، التخطيط العلمي الذي يضع كل شخص في مكان المناسب. وإلا كيف تفسر لي مؤسسة منتجة كبيرة مثل تلفزيون قطر يعهد بأعمال ضخمة وكبيرة إلى منتج منفذ عراقي اسمه الأستاذ محسن العلي، تحياتنا إليه، وفي الوقت الذي عندما يريد العراق أن يقدم عمل يسند إدارة الإنتاج والإدارة الفنية لأسماء هم أصدقائنا ولكن ليسوا مختصين. غياب الاختصاص في الإدارة الفنية وفي الإنتاج وفي التخطيط، أنا ما أتذكر وما سمعت ولا يوجد حتى في محاضر الاجتماع الرسمية لكل مؤسسات الدولة العراقية المختصة على الأقل جملة ما الذي سنقدمه في رمضان القادم. فكرت الحكومة بتوفير مادة غذائية لرمضان، عدس، بدون الدخول في تفاصيلها، لكن لا أحد في العراق فكر بتقديم طبق ثقافي فني لشعب يحتاج هذا الطبق الآن بعد أن ذهب نهبا لقنوات دول الجوار، وبعد اللي مر به العراق من أحداث دراميا تتمناها كل دول العالم. إذا تجيب أي مؤلف درامي وتشوف الوضع العراقي، نعم، مستعد أن يطلع في اليوم الواحد عمل درامي عراقي، ولكن نعم، غياب التخطيط هو الذي ضيع كل ذلك. نعم، وأعتقد هذا طبحت الموضوع. طب فكرة عود لك أستاذ جواد، عفوا أستاذ جبار. أستاذ جواد، غياب الإدارة الفنية بمعنى غياب المؤسسات الإنتاجية أو إدارة الإنتاج، نعم، من المسؤول عن هذا؟ يعني هل تعتقد أن الجهود الفردية ينبغي أن تشكر وينبغي أن تعضد بجهود أخرى، أم ماذا؟ هناك مؤسسات غائبة فعلا في العراق. يعني ما تطرق إليه صديقي جبار المشهداني حول غياب المؤسسة النقدية، طبعا أنا معه، بل وأضيف على هذا أنه بعد عام 2003 كانت هناك فوضى، وفوضى خلاقة كما يقال، في كل مجمل الحياة، في كل مؤسسات الدولة، وغياب الدولة حقيقة في كثير من مفاصل الحياة أساء كثيرا إلى واقع الإنسان العراقي في مجتمعه. وعندما نأتي على الفن تحديدا نجد أن هناك مؤسسات فنية ضعفت، يعني وزارة الثقافة كان لها دور كبير، لكنه في عام 2003 إلى يومنا هذا لم تستطع وزارة الثقافة أن تحقق شيئا. ليس المتهم الوزير أو المدراء العامين، ليس لهم إمكانية التحرك، ليست لهم مساحة بأنه أن يكونون منتجين لا مراقبين وناقدين. أيضا هناك دائرة السينما والمسرح، هناك الشبكة العراقية طبعا واحدة
من أهم الكوارث على الدراما العراقية هي الشبكة العراقية، لأنه منذ انطلاقتها بعد 2003 إلى يومنا هذا لم تستطع أن تقدم أعمالاً كبيرة. هل هي مسؤولة عن تقديم تلك الأعمال؟ طبعاً، لكن المعروف أنه الشبكة العراقية منذ تأسيسها بدأت خطأً انطلاقاً من رئيس الشبكة إلى يومنا هذا. رئيس الشبكة ليس اختصاص، مجلس أمناء، مجموعة من الخطوط الطويلة والعريضة، وعدد الموظفين الذي يثقل كاهل الشبكة الذي يصل إلى رقم حوالي 5000 موظف يثقل ميزانية الشبكة. خلينا نبقى في موضوع الدراما بالذات. هناك بيانات صدرت من جهات يعني حاولت أن تفرض الوصاية على ما يقدم من فن، ابتداء جواد شكرتشي، هل يعتقد أن للفن سقف؟ لا طبعا. هل تقبل هذه البيانات التي في مضمونها يمثل اغتيال للفنان؟ لا طبعا، هذه إجابات لا، يعني أسئلة لا تستحق أن واحد يتأمل بها وأن يفكر. الفن فكرة عظيمة، والحياة بدون هذا الفن وبدون هذا الجمال ليس هناك حياة. الحياة ليس العمل وليست التفاصيل الأخرى. الفن عندما يضفي شيء ما في حياتنا اليومية فإنه يبعث فينا الأمل، يبعث فينا الحركة، يبعث فينا التفاؤل. الفن قضية مهمة جدا، ولكن في مجتمع تتضارب به الآراء وتتصارع به الإرادات، وهناك من يسحب الفن إلى هذه المنطقة وذاك يسحبها إلى منطقة أخرى، فهنا تتعقد الموضوع. وخاصة معظم الذين يتحدثون عن الفن وخاصة الدراما التلفزيونية هم بعيدون كل البعد عن التخصص، لا يفهمون أن هناك الواقعية وهناك الواقعية الجديدة وهناك الغوص في عمق المجتمع وكيف يمكن أن نقدم هذا المجتمع. أنا أعتقد المؤسسة النقدية غائبة، الوزارة غائبة، الشبكة غائبة، دائرة السينما والمسرح غائبة، بل هناك نوم كامل ومطبق. هل تعتقد أن هذه الجهات الغائبة جميعها تتحمل مسؤولية الدفاع عن الفنان فيما يتعرض له من حملة بزعم أن ما قدم من أعمال مس بين مزدوجين القيم؟ يعني بدءا أنا أريد أوجه تحية لكل الفنانين الذين عملوا في هذه الأعمال التلفزيونية وهم في بغداد. هم أبطال حقيقيون حقيقة. يعني أنا أتذكر يعني شيء ما بين محمود درويش وما بين سميح القاسم، عندما يسأل محمود درويش عن أهمية شعره فيقول محمود درويش، يقول سميح القاسم أهم مني لأن شعره يلتهب ويلتحم مع القضية الفلسطينية من الداخل. أنا خارج فلسطين، لكن سميح القاسم هو داخل فلسطين مع الأرض الملتهبة رحمهم الله. الموضوع هنا فعل الفنانين العراقيين الموجودين في الداخل هم أبطال رغم كل الضغط النفسي والاقتصادي والسياسي، ولكن هم يقدمون صورة ناصعة وبإمكانيات لربما تكاد أن تكون محدودة، ولكن يقدمون لنا أعمالاً. أنا لربما حتى أتوقف عند مسلسل الفندق، كثير ضد مسلسل الفندق، أنا مع مسلسل الفندق وعندي ما يثبت. نعود لك في هذا الحديث، وأنت قلتنا إلى سؤال المنتصف أن الدراما العراقية تخرج من تحت الرماد، هل تدخل حربا طويلة مع قبيلة الاستبداد؟ أتابع أجوبة ضيوفي أعزائي الكرام، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. أستاذ مهند، استمعت لسؤال المنتصف، الدراما العراقية تخرج من تحت الرماد، هل تدخل حربا طويلة مع الاستبداد؟ أنت جربت أن تقدم أعمالا سينمائية مهمة، أذكر منها آخر عمل لك هو شارع حيفا،
وفيه تناولت مسألة الإرهاب في شارع حيفا، بغض النظر عن مضمون الفيلم، ولكن هناك من يعتقد أن الاقتراب من هذه المناطق هو مساس بالقيم، هو تشويه لصورة العراق، هو إنما طعن بالمجتمع. كيف تتعامل مع هذا وأنت مخرج؟ لا صراحة يعني أصلاً يعني أنا آسف إذا أكون قاسي شوية بهاي الجملة، أصلاً ما يستحق النقاش الموضوع. يعني ماكو واحد يجي يزايد على وطنية شخص على حساب وطنية الآخر، إنه أنت ضد البلد، إنه أنت تشوه البلد. أصلاً هي مهمة الدراما ومهمة السينما هي كشف هذه الأوجاع أو الأورام داخل المجتمع. بس يبقى السؤال، يعني أنا شوية أختلف ويا دكتور جواد ويا الأستاذ جبار المشهداني. إحنا لازم يعني كصناع، إن كانوا هم أساتذتنا الكبار يعني أو إحنا الشباب الجدد، لازم نكون على قدر من المسؤولية ونستعد على أن ننقد هذه الأعمال بشكل قاسي، ننقد أعمالنا من ناحية الفنية. أنا مو أقصد هنا أنه من نقول ننقد أعمالنا أنه أنا أوافق على رأي لجنة الثقافة أو هيئة الاتصالات. طبعاً ماكو أي سقف يحدد، إحنا نرفض أي سقف يحدد حرية الكتاب أو المخرجين أو صانعين الدراما. بالعكس، لازم تتاح لهم الحرية الكاملة، بس لازم أيضاً المؤسسات اللي تنتج هذه الأعمال لازم هي تشكل رقابة فنية. أنا ما أقصد هنا بالرقابة الفنية أنه من أحد من حرية المنتج، بالعكس، أنه هنا الرقابة الفنية. لأن يا أستاذ محمد، حتى هذه المشاهد القاسية، إحنا لازم نكون واضحين. حالياً الشعب يعني كلش هواية من الناس العراقيين يشاهدون الأعمال الأجنبية والأعمال العربية، وأكو مشاهد يعني عارية بالكامل، والناس تشوفها وتتفاعل وياها ونشوف ردود أفعالها على الفيسبوك وأي مكان. بس أغلب الآراء اللي انطرحت من الناس، وطبعا الناس من حقها تحكي لأن الدراما بالأخير موجهة للناس، فالناس من حقها تنطي آراءها، إنه الطريقة اللي انطلعت بها هذه المشاهد، يعني أكو مع احتراماتنا الكاملة، أتمنى إنه هذا ما يكون مساس يعني ما يكون مساس بشخصية المخرجين والكتاب، بقدر ما هو خلينا نسميه نقد للأعمال. أنا أعزل تماما بين الشخص وبين عمله. الطريقة الكيفية اللي انطرحت فيها هكذا مشاهد، يعني ما بيها حساسية جمالية عالية، يعني مع الأسف تقترب إلى كثير من المشاهد إلى حد التقزز. يعني أنا آسف، وإنما كأنما إحنا أمام مشاهد يعني جنسية من درجة ثالثة تصور. يعني حتى هذه المشاهد لازم تؤطر بعطر جمالية وحساسية عالية، وهذا يتم من عملية كتابتها. لازم نسأل السؤال، هل هناك ضرورة درامية لظهور مشهدا ما؟ وإذا أكو هناك ضرورة درامية، لازم المخرج ومدير التصوير يتعامل وياه بحساسية عالية، على مود ما المتلقي يحس بهذا الابتذال. وإلا سؤال، ليش الناس تشوف الأفلام الأمريكية والمسلسلات، وأنتم تعرفون أنه حاليا متاحة وبدون قطع وبدون أي شيء آخر، ليش تشوفها وتعشقها؟ وليش هي ما تقف بالضد، هي وجهت نقد الناس لهذا الموضوع. ليش؟ إذن إحنا كصناع الدراما، ما هذا أيضا أستاذ مهند لازم أستاذ مهند، جميل ما تقوله، ولكن هذا أيضا هناك من يقول أن ثمة ازدواجية في الطرح. هناك من يتقبل مشهد أن رجلاً يشد امرأة من شعرها ويقتلها ويشمرها من فوق الدرج، بس تنتفض كبرياءها ويطالب بقص مشهد تقبيلها. يعني أيضاً هنا المعايير مزدوجة هنا. لا أنا أصلاً أنا ما أنا يعني أستاذ محمد، أنا ما أناقش هاي الآراء المتطرفة، الآراء اللي هي تحاول تنتقص من جهة على حساب جهة أخرى. هذه كلها تندرج تحت هاي المعايير، يعني هذا ما يستحق النقاش. من حق المخرج والكاتب وأي شخص آخر وأي جهة كانت أن تنتج ما يحلو لها. إحنا المفروض نعيش ببلد حر، بلد من حق الفنان يحكي به عن أي شيء آخر، عن مهما كانت
القضية قاسية مهما كانت دينية أو ثقافية أو مجتمعية من حق الكامل، بس أنا اللي أقصده هو شيء آخر مختلف بالكامل يتعلق بالصنعة. هذا اللي أقصده بالضبط. إذن أنت تتفق أن ما حدث في موسم رمضان الحالي هو نقطة شروع لبداية ثانية لا بأس أن تخضع لمختبر نقدي فني من أهل الاختصاص وليس من خارج الاختصاص. يعني الشيء الجميل هسه احنا الشيء الجميل احنا بدنا نناقش الدراما وبدنا نناقشها بصوت عالي واكو اراء مختلفه، هذا الشيء مو سيء بالعكس هذا الشيء صحي. وايضا يعني اني من اشوف هذا النقد اللي يتوجه طبعا مو من الناس اللي خلفياتهم نعرفها كل احنا، لا اني اقصد من الناس عامه الشعب اللي هي الدراما الموجهه لهم ان كانوا مثقفين او ناس من الطبقه الوسطى او الطبقه المسحوقه، هذه آراءهم. بالعكس لازم لازم صناع الدراما العراقية يسمعون لأصوات الناس، وأنا يعني أنا دا أشعر أنه الناس متقدمة هواية على الكثير من الأسماء من صناع الدراما. نعم. يعني يا أستاذ محمد نعم. إحنا صارنا 30 سنة، أنا مدى أقصد الممثلين هنا خلينا نكون واضحين، الممثلين هنا يعني دائما مع الأسف يحمل الممثل دائما الأخطاء وهذا الشيء مو صحيح. أنا دا أقصد منتج بالدرجة الأولى وكتاب السيناريو والمخرجين، إحنا صارنا 30 سنة نجتر هذه الأسماء وهذه الأسماء نفسها غير قادرة على صنع عمل درامي واحد يسوق عربيا، ويتحججون بعدة حجج. نعم. وهي حجج واهية، بالعكس الشعوب العربية والتلفزيونات العربية مستعدة لتلقي العمل العراقي، وإحنا نشوف هذه التوجهات الأخيرة. بس هو هل احنا خلال هاي الدليل والدليل على انه نعم طرحت الفكره استاذ مهند والكتاب نعم. ما صنعوا يعني انتم بالشرقيه بس نعم. بس دقيقه استاذ محمد انتم بالشرقيه دا تنتجون اعمال ومشكورين عليها طبعا هل الشرقيه يعني احنا مثلا باكر الشرقيه وقفت شلون لو احنا الشرقيه لازم تربح انتم يا ناس اللي تشتغلون وين الشرقيه ما انتم الشرقيه لازم تربح لازم تبيع اعمالها على مود تقدر تنتج اعمال ثانيه والا يبقى وكل المؤسسات والا يصير الموضوع نوع من العبث يعني احنا اصلا يا استاذ محمد الموضوع انه انت حتى تريد يعني انا كمخرج شاب حتى اريد ادخل اسوي عمل درامي صار ضرب من المستحيل هذا الموضوع عظيم. هذا الموضوع لازم نحكي به يعني. انطيني فرصه اروح لاستاذ جبار استاذ جبار الخلل في التسويق وهنا مع العوده القويه في هذا الموسم اسالك هل المؤسسات الحكوميه مؤهلة لتقييم الأعمال الدرامية اليوم وقد هجرت الدراما حتى أصابها الكساد المعنية بالإنتاج الدرامي غير مهيئة الآن لأنها لا تنتج باختصار شديد مؤسساتنا متوقفة عن الإنتاج وإذا أنتجت تنتج أشياء بسيطة جدا بدون تحضيرات كافية الدراما أستاذ محمد كما يعرف المختصون وضيوفك الكرام ومعظم السادة المشاهدين الدراما علم الدراما تخصص الإنتاج أصبح علماً التسويق أصبح علماً يدرس إحنا بالعراق تلقاه هو نفس الممثل هو المسوق هو مدير الإنتاج هو المدير الفني وذلك لم يعد جائزاً اليوم المؤسسات تخطط من البداية من الورق من النص هذا المسلسل في حال إنتاجه وين يعرض وين يسوق وين يشارك ومن هم النجوم وكيفية التنفيذ وين يصور مرة كنت في دمشق في زيارة إلى دمشق والتقيت كالعادة بوالدي الأستاذ فنان جواد شكرتشي هو مقام والدي أيضا فنيا وإنسانيا حقيقة قال لي رايح للمغرب من سوريا إلى إيطاليا ترانزيت يروح للمغرب ينزل بالمطار يروح 4 ساعات للصحراء حتى يأخذوا له قطعة أوفر يعني حتى وجهه ما يطلع من الخلف قطعة بالصحراء طولها يمكن 5 ثواني حتى يكمل مشهد سبق أن صوره ما بهذه القطعة المؤسسات التي تعمل بهذه الاحترافية العالية يحق لها أن تسوق وأن نشاهد أعمالها وأن نتابعها اليوم اللي يروح إلى اسطنبول يجد مدينة كاملة بها موقع تصوير أصبح مزار الناس تروح تزوره تلبس ملابس الممثلين وتأخذ صور ضيوف تركيا الرسميين يذهبون إلى هذه المواقع عندما تشاهد مسلسل تركي أو مسلسل إيراني أو مسلسل حتى خليجي لبناني سوري الآن توقف باوع نسبة الكواليتي العالي التحضيرات التخصص
لذلك هاي الاعمال بدت تتسوق بشكل صح وبدت تغزو بيوتنا. نعم. والان المواطن العراقي المشاهد. نعم. العراقي يعرف اسماء الممثلين اللبنانيين والسوريين والاتراك ويتابع. عندنا مسلسل ايراني عاد 10 مرات والناس تتابعه. نعم. الماده الجيده تفرض نفسها، ولكن كيف تكون جيده وانت ما محضر لها بشكل زين؟ من هو المختص من بدءا؟ يعني منو؟ اكو رئيس وزراء اجى خلاله واحد مختص بالقضيه الدراميه؟ اكو رئيس وزراء او رئيس حكومه؟ هذا اسالك انت بشكل عام. اسالك انت ان تكون طرفا في وزاره الثقافه وكنت. نعم. مستشارا لعدد من وزراء الثقافه. نعم. اسالك هل هذا الامر موجود؟ نعم. هل قامت. نعم. وزارات. نعم. الثقافه والمؤسسات الثقافيه على طول السنوات الماضيه بهذا الدور؟ استاذ محمد، ليس دفاعا عن وزاره الثقافه، ولكن اقول ان تقوم وزاره الثقافه بالانتاج ذلك زمن قد مضى. كل موازنات وزارة الثقافة إذا ترجع لها حضرتك اليوم، وزارة الثقافة لم تعد هي المسؤولة عن الإنتاج، هي راعية للإنتاج، هي تيسر، هي تسهل. وزارة الثقافة بموازنتها الحالية هذا العام غير قادرة على تلبية متطلبات مؤسساتها الثقافية الرسمية. نعم. يعني المراكز الثقافية. طيب. داخل العراق ما مصير، المبادرة الدرامية استاذ جواد؟ ما مصير عفوا استاذ جبار، ما مصير المبادرة الدرامية؟ خليني أقول لك، أنا كنت قبل أيام عند الأستاذ فضل رئيس شبكة. نعم. وسألته هل ستعرض الأعمال في رمضان اللي أنتجتوها بالمبادرة؟ قال أصحاب رؤوس الأموال التي دفعت للمبادرة اللي هي المصارف وضعت أموالها في هذه المبادرة يريدون مبالغ مقابلها حتى تنعرض بشبكة الإعلام العراقي. التصور كان خاطئ أنه هذه المبادرة التي جاءت وكان رأسها الأستاذ مجاهد أبو الهيل لأنه كان رئيس شبكة. البعض تصور أنها هي ملك للعراقية أو مبادرة العراقية وبالتالي ستعرض هذه الأعمال. اليوم العراقية لم تستطع أن توفر مبالغ لشراء أعمال المبادرة، وأصحاب المبادرة يريدون استعادة أموال المبادرة. وهذا يرجعني لقضية قبل أساسية. أروح للسبب بين قوسين أستاذ جبار باختصار يعني لو سمحت، يعني ما هي قيمة المبادرة الجرامية؟ يعني ما سمعت أنه تم مليارين ونصف يمكن إلى 3 مليارات دينار عراقي، وما صرف على بعض الأعمال يعني أقل من مليار، من 150 مليون. نعم. وغيره. ولكن طرحت مفهوم المبادرة كان. نعم. عند الناس خاطئ يتصوروا. نعم. طرحت. نعم. الفكرة لو سمحت لي أضطر أن أذهب إلى سطور بين قوسين لأتابع ما الذي كتبه المشاركون عن بعد في نقاش اليوم التالي ومن انتخبناه أيضا من المعنيين في موضوع النقاش. نتابع ولا نعود؟ مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. أستاذ جواد، أنتخب لك من سطور بين قوسين ما كتبه الكاتب والصحفي الأستاذ الكبير سهيل سامي نادر. يقول أن الدراما تعالج حوارا أو صراعا، ضعفها نتاج ضعف ثقافة الحوار وإدارة الصراع ديمقراطيا داخل المجتمع، فإذا ما أريد منعها الآن فمعنى هذا أن القمع بات مشمولا. تماما اتفق مع اخي وصديقي الاستاذ سهيل، لانه يعني انا كفنان خارج العراق منذ عام 2006 وانا اعمل في الاعمال العربيه، معظم الاعمال العربيه اشارك بها، لا اعمل في العراق الا النادر والاعمال العراقيه اللي انتجتها قناه الشرقيه منذ عام 2006 2007 الى يومنا هذا. ولذلك
إذا كان فعلا هناك قرار من جهة حكومية من وزارة أو من سينما ومزرعة أو من هيئة اتصالات إيقاف عمل عراقي يتحدث بكل جرأة عن تفاصيل في المجتمع العراقي، لربما أعلن من هذا المنبر اعتزالي عن أي عمل عراقي. لربما أقدر أشتغل أعمال عربية، لكن أن أخوض عمل عراقي يقمع بهذه الطريقة أنا لا يمكن أن أوافق وأعلن اعتزالي حقيقة. طبعا هذا الآن اليوم البرنامج مالنا لربما الوقت ضيق، وإلا كان نتحدث عن تفاصيل كثيرة تخصصية أن الناس تفهم ما هو الفن، هل هي فكرة، هل هي مهنة، هل الفن لعوبة ضحوكة هزوجة نكتة، هل الفن مر بأجيال وعقود، ما هي مذاهب الفن الواقعية والواقعية الاشتراكية والواقعية الجديدة والواقعية الجديدة الثانية. هذه كلها أسئلة يفترض أن تطرح وأن يفهم المتلقي بأن هذه الأعمال على تقدير لنأخذ الفندق ينضوي تحت مسمى الواقعية السريالية الواقعية العبثية. لذلك ليس هناك ما يمكن أن نتحدث عنه بجماليات في المجتمع العراقي. الواقعية يفترض أن تسلط الضوء على التحلل الأخلاقي، على الفساد، على اللصوصية، على المخدرات. خذ مثلا على سبيل المثال مسلسل المصري سجن النساء. هذا المسلسل المصري لكاملة أبو ذكري سلط كل المشاكل على هذا السجن وما فيه من أحداث. هناك مسلسل آخر مصري لتامر محسن اللي بطولة نيلي وبطولة ظافر العابدين، مسلسل تحت السيطرة، مسلسلين من أهم المسلسلات كانت تتحدث عن كل تفاصيل القاع المجتمع. التلويح الذي وجهته قبل الآن يعني يكاد يكون خطير من ممثل بحجم جواد شكرتشي، هل تعلن صراحة اعتزال الفن إن منع أي عمل درامي؟ أي عمل درامي عراقي حتى وإن لم أكن أنا فيه يمنع بهذه الطريقة القمعية، أعلن اعتزالي عن المشاركة بأي عمل عراقي صدقا. ولا بد أن أعرج على شيء، شبكة العراقية أعلنت عندما كان الأخ الأستاذ الصديق مجاهد أبو الهيل عن انطلاق الدراما في مسلسلين اللي هو الأرض حلشي ومسلسل يسكن قلبي. أينهما هذين المسلسلين؟ أحدهما الأرض حلشي ذهب إلى الام بي سي عراق ويعرض الآن، ويسكن قلبي أوقف بعدما أكمل، لم ينتج. الشرقية تنتج بمالها بدعم من شركات، بدعم من برعاية بعض الشركات الإنتاجية، ولا تستفيد هي الشرقية، لا تسوق وبالتالي ليس لها مردود مادي، ولكن هي تحرك، هي تحرق فلوس من أجل الثقافة، من أجل أن تقدم شيء. الآن ما مدى الفكرة التي تصل؟ نعم. هذا ربما يناقش تضحت الفكرة. نعم. أستاذ جبار المشهداني، أنتخب لك من سطور بين قوسين ما قاله أو ما كتبه الأستاذ عبد الحميد الصائح: حاجتنا إلى قول الحق تفوق حاجتنا إلى عمل فني متكامل. الاختبار الحقيقي اليوم هو الكلمة الحرة الإصلاحية في مواجهة الانهيار الذي يتعرض له مجتمعنا والعمل المشترك على فضحه. هل كانت الدراما بالنسبة لك صرخة هذا الموسم؟ وهل توافق نص الأستاذ الصائح؟ نعم، من حيث المبدأ الدراما هذا الموسم كانت صرخة، ولكن أختلف مع صديقي الأستاذ عبد الحميد صائح. الصرخة أو الكلمة ممكن يعبر عنها في قصيدة، ممكن يعبر عنها في خطبة، في مقال. عندما نقول دراما نحن نتحدث عن فن محدد وفن يتنافس فيه العالم الآن، وفن يحظى بمتابعة واسعة. خليني أقول مفارقة في هذا المجال باختصار لو على مدى العام الوقت. يتحمل المواطن العراقي باختصار يتحمل المواطن العراقي على مدى العام كل ما يقوله السياسيون، يتحدثون عن الفساد وعن القتل وعن المحاصصة وعن كل شيء، وعندما يقول الفنان شيء بسيط لا يتحمله السياسي. مقابل ذلك بدأ السياسي العراقي يتحدث باسترخاء عالي وبلغة جعلت منهم نجوم عند المواطنين لعفويتهم بالحديث، وأقدر أعدد لك الأسماء الكثيرة. نعم، فيما بقي بعض الممثلين العراقيين يتحدثون باصطناع. أتمنى من الفنان أن يتعلم العفوية ويعود للعفوية، عفوية اللي بعد الناس لحد الآن يشوف
مسلسل بالستينات لعفويته نعم. من أيام البنقلة نعم. وأتمنى من السياسي أن يتحمل الفنان وأن يتحمل النقد. نعم طبحت الفكرة. أستاذ مهند حيال أنتخب لك من سطر بين القوسين ما كتبه لليوم التالي الروائي والكاتب علي بدر، يقول: تفتقر أغلب النصوص الدرامية إلى الإقناع وهي بعيدة في مجملها عن الأصالة، يندر فيها التجديد، تشوبها المبالغة والتكرار والابتذال، وتطيح بها الحوارات المفتعلة واللغة الهشة. هل تعتقد أن المواسم المقبلة ينبغي التأني كثيراً باختيار النصوص قبل المضي بإنجاز أعمال درامية جادة أو حتى أعمال سينمائية؟ وهل توافق نص الروائي علي بدر؟ تحية لصديقنا علي بدر، وبالكامل اتفق وياه بهذا الشيء. يعني هذا تشخيص دقيق وواعي. وفي حال احنا ردنا اعمالنا تسوق عربيا، يراد نعيد النظر بالسيستم اللي ينتج هاي الدراما بالكامل، من لحظة الانتاج الى لحظة الاخراج الى لحظة الكتابة الى كل، لازم نعيد هذا السيستم. لازم تجي دماء جديدة. خلص نكرر نفس الأسماء لمدة 30 سنة، وهذه الأسماء تعيد لنا نفس الأعمال السابقة، وهكذا تكرار وتكرار وملل. وحالياً إحنا لازم نكون صريحين، المشاهد العراقي ده يقاطع الدراما بشكل كلش كبير، وشفنا ردود الأفعال الأخيرة. فلازم، وهذه ما معنية بها صراحة، ما معنية بها الدولة ولا معنية بها وزارة الثقافة، الجهات المنتجة، القناة الشرقية لما تنتج عمل لازم تخطط انه هذا العمل لازم يرجع لها مردود مادي، والا يعني انتاجيا ما يعني شنو الغاية من انتاجه؟ اذا عمل يصور وهو لا يشاهد من الناس ولا يباع، ليش انا اذا انتجه؟ مجرد خسارة فلوس، هذه ممكن تروح الى مكان ثاني. فقصدي اقصد انا يعني مو انا بالكامل ضد المنع وضد لاش، بس انا حتى يفهم هذا السياق. نعم. هل تقبل هذا قادم؟ هذا قادم. عفوا استاذ مهند، لضيق الوقت اضطر ان اختم بسؤال الختام. هل تقبل ان تتحول وتتواصل بيانات مجانيه بقصد المنع والهدف منها اغتيال الفنان العراقي معنويا؟ أستاذ مهند، جواب عندك نعم أم لا؟ لا طبعاً، أكيد لا. مهما كان العمل فنياً سيء، مهما كان العمل، لا، ما نقبل واحد يمس بحرية الأعمال الفنية، هذا شيء منتهي منه. يعني شكراً جزيلاً لك. يعني لازم تكون نعم. وقفة حادة تجاه هاي الأشياء. نعم، شكراً جزيلاً لك أستاذ جبار المشهداني. السؤال ذاته: تكرار هذه البيانات المجانية والتي تكاد أن تصدر بشبه العدوى والقصد منها محاولات اغتيال الفنان معنويا، ما موقفك منها بكلمة بسيطة وقصيرة لو سمحت؟ أقول الحمد لله أن موسم رمضان هذا العام لم يأتي قريبا من الانتخابات، ولو كان أقرب إلى الانتخابات لسمعنا بيانات أكثر وأكثر وأكثر حدة وأكثر عدد، الحمد لله. ولكن بالنهاية الدستور العراقي بالمادة 38 كان واضح، حرية التعبير مكفولة دستوريا، ولا يمكن قمع حرية التعبير بأي حال من الأحوال. شكرا جزيلا لك. أستاذ جواد، هل تعتقد أن الدراما ستدخل في المواسم المقبلة حربا طويلة مع قبيلة الاستبداد التي أصدرت بياناتها تباعا ومتناسقة قد تكون؟ ليست هناك قبيلة استبداد، والاستبداد دائما إلى زوال. خذها مني قاعدة، الفن هو الباقي. يذهب ملوك ويذهب رؤساء جمهوريات وتذهب وزارات، ويبقى الفنان هو الأساس. كلمة واحدة فقط أقول للداخل، أقول للمسؤولين في الداخل: ارحموا الفنان العراقي، ارحموه كإنسان أولاً وكفنان، نتيجة الضغوط النفسية والاقتصادية. لذلك من هذا المنبر أحيي فريق عمل الفندق بكل ما فيه من لغط ضده، يعني لربما عندي تحفظ، ولكن أحيي حامد المالكي، أحيي حسن حسني، أحيي كل الممثلين الذين جسدوا هذا العمل. هذا العمل خطير، ولي كثير من الملاحظات الإيجابية والسلبية. تحية لشلع قلع، وتحية لكل العاملين. هل أختم مع جوهر أم مع جواز شكرتشي؟
لا اختم مع لا جواد الشكرتي. على فكره الفندق يكمل باكو بغداد، وباكو بغداد تكمل الفندق. الفندق هم ضحايا لمن كان في باكو بغداد، يعني هذا العمليين وكانها واحد يكمل الاخر. شكرا جزيلا لك استاذ جواد الشكرتي، وشكر موصول للاستاذ جبار المشهداني وكذلك المخرج السينمائي مهند حيال، ولكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في نقاش آخر ويوم تالي. طبتم وطابت أوقاتكم.